السلام عليكم، هذه أبرز العناوين. منصف سلاوي: لست بلجيكي أو أمريكي، أنا مغربي مفتخر بأصلي وأسعى دائما لرفع صورة بلادي. رغم تواجدها بالمنطقة واحد، جماعة بن ملال تقرر إغلاق الأسواق والمحلات في 8 مساء. قبل أن نكمل، ندعوكم إلى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ووضع لايك لتتوصل بجميع الأخبار المغربية والعالمية. سلاوي: لست بلجيكي أو أمريكي، أنا مغربي مفتخر بأصلي وأسعى دائما لرفع صورة بلادي. أكد الدكتور منصف سلاوي، الخبير المغربي في الصناعات الدوائية والرئيس السابق لقسم اللقاحات في شركة GlaxoSmithKline، مساء أمس الجمعة أنه متمسك بأصله المغربي رغم تعدد جنسياته. وأكد سلاوي خلال استضافته في لقاء خاص بالقناة الثانية مساء أمس أنه يصر دائما على تقديم نفسه بأنه مغربي وليس بصفته حامل للجنسية البلجيكية أو الأمريكية، مؤكدا أنه دائم الافتخار ببلاده وأنه يسعى لرفع صورتها في العالم وفعل أي شيء في سبيل ذلك. كما شدد سلاوي على أن المغرب يجب أن يدعم البحث العلمي لأنه أساس تقدم المجتمعات، مسجلا أن هدف المملكة لا ينبغي أن يكون البحث عن منافسة أوروبا وأمريكا في هذا المجال. وأوضح سلاوي أن جهود تطوير البحث العلمي في المغرب يجب أن تنصب على تخصصات معينة ويكون لدى المملكة ميزة تنافسية فيها، مع تشديده على ضرورة العمل في إطار شبكات للبحث العلمي مع علماء في البلدان العربية والإسلامية الأخرى لأن الوضع يقتضي ذلك. من جهة أخرى، كشف سلاوي عن جانب من حياته الشخصية موضحا أن الزيادة في مدينة أكادير كان صدفة حينما كانت والدته ورفقة أبيه هناك لقضاء العطلة الصيفية، ما جعله يقضي 3 أسابيع الأولى من عمره في مدينة سلا قبل عودته إلى الدار البيضاء التي نشأ فيها حتى عمر 17 سنة. ورغم اسمه الذي يحيل على مدينة سلا، فقد أكد الخبير المغربي أن أصوله تعود إلى مدينتي مراكش من جهة الأم وفاس من جهة الأب. رغم تواجدها بالمنطقة رقم 1، جماعة بني ملال تقرر إغلاق الأسواق والمحلات في 8 مساء. أعلنت جماعة بني ملال مساء أمس الجمعة عن قرار جديد يحدد توقيت إغلاق جميع الأسواق وسوق برا وبعض المحلات في إطار المقاربة الاستباقية للتصدي لوباء كورونا المستجد. حدد قرار الجماعة أنه في إطار التعبئة الشاملة التي انخرطت فيها كافة مؤسسات الدولة وفي سياق توجيهات صادرة من طرف السلطات المختصة للحد من انتشار فيروس كورونا، فقد تقرر تحديد توقيف إغلاق جميع الأسواق بالمدينة على الساعة 8 مساء. وكان إقليم بني ملال قد صنف من طرف وزارة الداخلية ضمن المنطقة 1 التي استفادت من ظروف تخفيف للحجر الصحي وفق بلاغ مشترك لوزارة الداخلية والصحة. البلاغ أشار أنه سيتم استئناف الأنشطة الصناعية والأنشطة التجارية وأنشطة الصناعة التقليدية وإعادة فتح الأسواق الأسبوعية، كما منح المواطنين بأقاليم المنطقة 1 إمكانية الخروج دون حاجة لرخص استثنائية للتنقل داخل المجال الترابي للعمالة أو الإقليم.